دكتورة داليا فريد، استشاري أمراض النساء والتوليد. عايزين نتكلم النهاردة إزاي كل سيدة تعتني بنفسها وتعرف كويس قوي يعني إيه إن هي تعمل فحص لنفسها، وفحص برضو عن طريق الطبيب المتخصص. الفحص الذاتي للسيدة هو عبارة عن الفحص لأي شيء متغير في جسمها، وبالذات بعد فترة اللي هي الفترة اللي بيحصل فيها اضطرابات هرمونية، الفترة بتاعت اللي هي سن 40، وهي سنة مش هنقول عليها خالص إن هي بداية انقطاع الطمث أو أي كلام من دوت، لأن هو الفترة دي بتبقى مجرد بداية تغيرات هرمونية ليس لها مطلقا علاقة بانقطاع الطمث، ولكن بتحصل فيها تغيرات لازم نبص عليها ونفحصها كويس قوي عن طريق الفحص الذاتي، وكمان عن طريق الفحص الشامل للسيدة عن طريق الطبيب. الطبيب بيبص على كذا حاجة، أولا فحص طبعا للمنطقة نفسها اللي متخصص فيها زي الفحص النسائي، بيبص على عنق الرحم، وبيبص على الرحم والمبايض عن طريق الأشعة التلفزيونية، وبناخد عينة من عنق الرحم عن طريق الباب سمير أو البراسيتولوجي، وبالإضافة لذلك طبعا الفحص للثدي عن طريق الماموجرام أو الألترا ساوند. والكلام ده طبعا بننصح كل سيدة إن تعمله سنويا باتباع كافة التعليمات الموجودة بناء على الفحص السنوي. ولو أي حد طبعا عنده أي تاريخ مرضي في العيلة أو أي تاريخ مرضي سابق أو أي اضطرابات هرمونية سابقة، دوت بيكون الفحص ليس سنويا فقط، ولكن برضو بيبقى عن طريق الطبيب بيحضر وبيقول بالظبط بيتعمل كل قد إيه. موضوع الفحص الشامل للسيدة ده من الحاجات المهمة جدا اللي ليس لها قدر كبير من التوعية في المجتمع عندنا، لكن مهم قوي إن كلنا دلوقتي نتبع هذا الإجراء. لازم كلنا كل سنة نهتم بصحتنا، نروح نعمل فحص لعنق عينة من عنق الرحم، ونعمل فحص سونار، ونعمل ماموجرام والترا ساوند عشان نطمن على نفسنا عشان ما نتعرضش لأي حاجات ليها عواقب بعد كده خطيرة. شكرا.